على الرغم من نجاح مرشحنا حازم صلاح أبو إسماعيل يوما بعد يوم بفضل الله تعالى وإقبال الناس على تأييده على الأرض وعلى صفحات الإنترنت، إلا أن بعض الأفراد يردد مقولة ويظل يكررها، ولو توقف قليلا عن الكلام ونظر حوله لاكتشف أنه قد وقع فيما أراده أعداؤنا لنا، وهو أن نتعدى مرحلة الخوف من الأعداء إلى أن نبدأ في الخوف من أنفسنا. يردد البعض هذه المقولة: بس احنا ما ينفعش يحكمنا رئيس بلحية. ونسي أن رؤساء أمريكا منذ القديم وولاة مصر كانوا ملتحين، ويكفينا أن رسولنا الكريم كان ملتحيا صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سألته: وهل أنت عندك مانع أن يكون رئيسك ملتحي؟ يقول لك: لا. ويردد البعض أيضا: بس البلد مش هتقبل حد يكلم عن الحجاب. ثم إذا سألته: وهل تمانع أنت؟ يقول لك: لا طبعا، أنا كل أهلي محجبات، والستات عندنا في البلد كلهم محجبات بما فيهم المسيحيات، لدرجة إنك ما تعرفش تميز المسلمة من المسيحية. وإليك مقولة ثالثة: يا عم ده عايز يمنع مصانع الخمور. ثم تسأله: وهل تشرب أنت؟ فيقول: استغفر الله العظيم، ما أعرفش الحتة. إلى كل من يقول ذلك نهمس في أذنه أن اطمئن، فإن أكثر من 90% من شعب مصر يتفق معك في نفس الإجابة، فعن أي بلد تتحدث؟ أخي الحبيب، ارفع رأسك عاليا وانظر حولك واكتشف الحقيقة بنفسك، وتعرف على نفسك وعلى شعبك. لقد ظل النظام البائد لأحقاب كثيرة يطفئ علينا الأنوار، فلا نشعر إلا بهمهمات بعضنا، تتلمس بعضنا في الظلام، ولم يكن من مصدر للنور إلا من خلال شاشة للتلفاز تردد على مسامعنا ليلا ونهارا أن مصر هي شارع الهرم والخمور والنساء والأفيون والخلاعة والبذاء، وصرنا نتعرف على بعضنا من كلام مذيع غير محترم، أو أديب إباحي، أو ممثلة خلعت رداء الحياة وغيره، فصدقناهم وكنا معذورين في ذلك، إذ لم يكن من سبيل لمعرفة الحقيقة. ثم أنعم الله علينا بضياء من لدنه في 25 يناير، فانكشفت الحجر وتعرفنا على بعضنا في الميدان، وأنعم الله علينا بأن تصالحنا مع أنفسنا وتعرفنا على ربنا، واكتشفنا أن معدننا أصيل، وصار كل مهاجر يأسف على اليوم الذي ترك فيه بلده، وصار كل مقيم يرفض السفر وترك الوطن. هذا لأننا أحببنا بلدنا وشعرنا بقيمتنا. أبعد هذا نعود فنفكر بنفس العقلية القديمة؟ لا والله، لقد فتح السجان باب الزنزانة وقال لك: هيا هيا تفضل. فلا تقف أخي عند الباب مستوحشا الخروج أو مستأنسا بالقعود. هيا هيا يا أخي ويا أختي، سنحيا كراما. إن تطاول ليلنا أو تمادى
في الظلام أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام. عندها نوى الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة. عندها نعلي الجبال عزمنا أنتم مدى، للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة.